وللمزيد حول أجواء العيد في سرت معنا من هناك زميل محمد قراتم. صباح الخير محمد وكل سنة وانت طيب. صباح النور اعتدال وكل سنة وانت طيبة وكل الليبيين بصحة وخير وعافية. طبعا اعتدال اليوم الأجواء أكثر من رائعة في مدينة سرت، يعني نعم. هنا كان عيد إضحى مبارك بكل ما تعنيه الكلمة. اجتمع الثوار في هذه المنطقة التي نحن بها الآن وأقاموا صلاة العيد، وكان هناك خطبة رائعة جدا تحدثت عن يعني عن 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 رص الصفوف لمواجهة تنظيم الدولة، أيضا تحدثت عن يعني نبه الشيخ المصلين والثوار المصلين يعني بيعني تأمين المنطقة ويعني عدم التعرض لأملاك المواطنين هنا، بالعكس بل تحدث عن حمايتها، وتكلم أيضا قدم رسالة إلى وزارة التعليم، يعني هناك عدد من الطلبة هنا قد يعني توقفوا عن الدراسة في هذه الفترة للمشاركة في هذه الحرب، فتحدث عنهم ويعني أوصل رسالة لوزارة التعليم لكي تهتم بهم وتعوضهم فيما فاتهم. أيضا تحدث عن تكوين جيش وطني يكون ولاؤه لله والوطن، ويعني نبذ الخلاف بين الليبيين والتوحد في صف واحد. بعد ذلك كانت هناك يعني أداء شعائر العيد وهي الذبح، حيث قام عدد من الثوار هنا والشيخ الذي خطب الخطبة بذبح عدد من الأضاحي. الآن يعني بدأت الآن أجواء العيد من شواء وغيره لنرى يعني أكثر. سننتقل هنا وندع الكاميرا تشاهد ماذا يحدث. يعني أجواء عيدية كانت رائعة جدا، الشباب يعني ملتمين هنا جميعا شواء ويعني تبادل المعايدات، أيضا يعني التكبير يكبرون أحيانا وتارة أخرى يتبادلون الطرف ويتبادلون يعني المزاح، كل شيء متوفر. قام توفيره جمعيات خيرية ويعني مؤسسات حكومية من يعني من أضاحي العيد إلى يعني مستلزمات الأخرى من خضار ومستلزمات الشواء. سوف نتنقل أكثر ونستفتي آراء الشباب حول العيد. نبدأ بأحد الدكاترة في المستشفى الميداني. الاسم الكريم علي العكاري. يا علي، يعني كيف تصف لنا أجواء العيد هنا في مدينة سرت؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله العظيم أن يشفي جرحانا ويتقبل موتانا من شهداء عنده يا رب العالمين. الأجواء الحمد لله، الأمور كل شيء متوفر، والدكاترة موجودين والطباء موجودين وتوارنا والحمد لله معنويات عالية، ونبي نقدم تعيداتي والتهنئة والمحبة والإخلاص والود لأمي الغالية، نسأل الله العظيم أن يطول في عمرها وعمر كل أمهات المسلمين وعلى جميع 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 أهالينا في ليبيا. كل عام بخير، وإن شاء الله نهاية الأحزان ونهاية الحروب، وإن شاء الله خاتمة خير، وإن شاء الله عيد خير علينا، ورب إن شاء الله ينصرنا. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى أحد شباب، أعتقد شباب الجبل أو زوارة. عليك السلام. مؤيد العمراني من زوارة. شن يعني كيف الأجواء عندك هنا في العيد؟ والله الأجواء نقول الحمد لله والأمور طيبة وإن شاء الله منتصرين. طيب قول لنا كل سنة أنت طيب لمزيغي. تسكنوا وأنت مبارك. تسلم بارك فيك. ننتقل الآن إلى أحد الدكاترة الميدانيين. علي بشير تمريض. شنت كيف الأجواء تشوفها هنا في مدينة سرت أجواء العيد؟ والله الأجواء سعيدة بصراحة، أنا حق نادم إني ما عيدتش مع أهلي العيد ده، بس الحمد لله عيدت مع الشباب توارنا عيدنا بصراحة. الأجواء الحمد لله، وشوفت عينك يعني أجواء فرحة حق جميع مدن ليبيا، عيد جميع كنا ليبيا واحدة إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني نشاهد الآن الشباب، نشاهد الآن الشواء، يعني الشباب يقومون بإعداد الشواء. ننتقل لأحد الشباب، الاسم الكريم علي العلواني. أخوي علي، شن يعني كيف الأجواء هنا، أجواء العيد في جبل سرت؟ أجواء رائعة والحمد لله، الشباب ملتمين على بعضهم من جميع مناطق ليبيا، من زوارة، من صديتن، من الخمس، من طرابلس، من جميع أجواء ليبيا متواجدين في سرت هنا، والأجواء رائعة رائعة جدا جدا، والحمد لله رب العالمين، والنصر ما صبر إلا ساعة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى أحد الشباب، الاسم الكريم خالد الزلزال آمر سري سرت. أخوي خالد، كيف شفت الأجواء اليوم في مدينة سرت أجواء العيد؟ ما شاء الله تبارك الله،
أجواء سعيدة والشباب تشوي وأموره تمام، ونترحم على شهدائنا ونسأل الله أن يشفي جرحانا عن قريب بإذن الله، ونقول لهم النصر لصبر ساعة بإذن الله. طيب كان يعني لو حكينا على الجبهة حاليا، هل فيه شباب مرابطين غادي ولا ما في حد؟ كلها مرابطين في الجبهات ما شاء الله، اللي في الدربيل كلها مرابطة ما شاء الله عليهم، حتى اللي تو هنا قدامك هذا مرابط في الجبهة يعتبر. بإذن الله إن شاء الله. شن كلمة أخيرة تحب تقولها الليبيين؟ والله نحب نكلم جميع الليبيين أنهم يبدوا يد واحدة ومترابطين وصبوا صف واحد لهذه الثورة المباركة، ثورة 17 فبراير سرقوها السراق، ونحن شباب من جميع المدن الليبية متواجدين في هذه الجبهة تبع عملية بنيان المرصوص إن شاء الله. نتحدث الآن مع أحد الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، عمار علي الحوتي من مصراتة. ربي يتقبل شهدانا ان شاء الله ويحصلوا احسن درجه في الجنه، وان شاء الله يداوي جرحانا ويشفي مرضانا كلهم ويرجعوا ظنانا الباقيين لاهلهم صحيحين سالمين غانمين، ونتموا هالطبيخ هذه اللي تبدينا فيها على خير، ونبوا نعيد متهنين جنب اهلنا العياد الجايه، ما عادش نبوا حرب. والله ساد والله ساد الله يسعدك. يعني كما شاهدتم أجواء الفرحة يعني يملأها الحزن، حزن فقدان يعني الأصدقاء، حزن يعني بعض الجرحى، يعني ندعو لهم بالشفاء العاجل، يعني أجواء جميلة جدا. أعود إليك اعتدال. نعم زميل محمد قراتم من داخل مدينة سرت، شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا وأنتم نعود.